اوكي، هاي جايز. بدي I want to introduce a very simple code. هلا اول شيء I want to say انه I downloaded an online data set، وهاي الاونلاين داتا سيت كانت محفوظة ب H5 file format، وانا حرفيا ما بعرف ايش في جوا الفايل، يعني كيف الداتا stored inside this file. Is it a matrix? Is it a vector? So I don't know what to do. يعني انا ما بعرف ايش جوا هذا الفايل. انا I want to work with this. فايش بسوي؟ I want to extract the information، فبستخدم h5 info، بحط اسم الفايل، طبعا الباث، الفايل path يعني. اوكي، بعدين when I run this code راح يطلع لي هذا الاوتبوت، و راح يقول لي انه name هو هيك سلاش، وحيعطيني شوية information انه انا والله عندي data sets، انواع 4 data sets، ولو مثلا بدي اشوف ايش هاي الاربعة data sets ممكن ادخل على ال variable اضغط عليه واكبس على data sets واشوف هاي الاربعة data sets. فهم حاطين ال CFO label، طبعا هاي اكيد ال label تبعت ال device لأنه this is a device information and we have 30 devices. وعندنا ال RSS، هاي I think signal string، وال CFO carrier frequency offset، وال data. فأنا what I want is the data. بس يعني هلأ مثلا I want the data، صح؟ This is only the information about the data. بس إذا I want to extract the information inside بستخدم ال function h5 read. طبعا this line of code بس it just gives me the information about the CFO data. بس أنا هاي it's not relevant. بس يعني مثلا إذا أنتوا بدكم تشوفوا أنتوا عندكم هذه الانفو، صح؟ الانفو information تبعت الفايل، مثلا انتو بدكم تعرفوا ايش في جوا الداتا سيتس، فبتضغطوا info.datasets بس هيك، مثلا داتا سيتس ايش جوا الداتا سيتس، بنشوف info.datasets بعدين نعمل run لهاي، وبطلع عندي هاي الانفورميشن تبعت الداتا سيتس، في عنا name, data type, blah blah blah. Anyways، هلا أنا I want to extract data، رح أسمي my data IQ IQC، وحستخدم ال function h5 read، ورح أحط اسم الفايل، بعدين رح أحط slash لأنه the first file name، لأنه أول شيء هلا هذا هو الانفورميشن تبع ال H5 فايل. انا بدي ادخل جوا الداتا سيت وبالتحديد بدي الداتا. اوكي، انا قلت بدي الداتا. سو لو دخلت الداتا سيتس، هلا الداتا سيت فيها نيم انفورميشن، انا بدي النيم اللي بدي اياه هو الداتا. اوكي، هذا هو اللي أنا بديه، اللي I want to read. فإيش بسوي؟ بضغط slash لأنه الname تبع الانفو slash، بعدين بدخل على الداتا set وبختار الname data slash data. فإيش بسوي؟ slash data data. okay. Alright slash data. هلين بعمل run. طبعا it's a huge file، ف we have tons of data. فهلأ بشوف ال information تبع كيف شكل الماتريكس،
ال size of the matrix وهاي الأشياء. طبعا they're just random numbers. It's gonna take time. هلا هادي ال data. okay, هاي ال data عشان ما نتخربط. إذا بدي مثلا ال label, ال label يعني هلا هاي ال data it's for 30 devices. okay, it's just a matrix of numbers. بس أنا I want the label also عشان أعرف what device this data is for. ف الليبل I think أنا already لا I didn't extract. okay, أنا I'm just gonna wait for this code to finish لأنه واضح ان الفايل ضخم جدا. فأي هوب ان صوتي واضح او اوضح من اول. So خلص الكود خلص. طبعا it was took a lot of time. بس هون بتقدروا تشوفوا انه صار عندي IQC اللي هي انا هاي كانت IQC. اوكي اللي هي data inside the file data set of training no augmentation. so apparently عنا 150,000 لا هاي 15,000 كولوم I think كولوم تمام. فا I guess إنه we have okay so this our data. خلنا نشوف الليبل equals h5 read نفس الشيء حطنا بس ايش نختار slash label. طيب هلا خلنا نشوف هاي if we run this حيطلع لي label. سوي ديليت لها عشان ما نتخربط. حيطلع عندي انه الظاهر انه لكل 1500 15,000 يعني لكل لاين في عندي ليبل, لكل كولوم في عندي ليبل. انا عندي 15,000 كولوم. اول خلينا نقول يمكن okay. So device one has 500 columns. So first 500 columns represent device one. First 500 columns. Okay. So هلا فهمنا هاي. هلا يعني عنا لكل كولوم في عنا 16,000 رو. اوكي طيب سو هلا اذا انا بدي مثلا بس device one ايش اسوي؟ بختار IQC كل الروز بس بدي 500 كولوم.
صح؟ زي هيك. خلينا نقول device one. اوكي so device one عنا هاي لازم يكون السايز 500. اوكي سو الفكرة انه هذه هي الكود المهمة. الانفو هذه بتعطينا فكرة ايش في جوا، يعني مثلا مرات الداتا بتكون جوا groups so it doesn't matter. المهم انه بنحط هذا اسم الفايل عشان نلاقي الباث. الباث بنحط اول فايل اسمه، بعدين مثلا انا بدي اشوف شو جوا الداتا سيتس، بدخل لانه انا الداتا تبعتي بعرف انها جوا الداتا سيت، وبختار اي نوع داتا انا بدي. مثلا ممكن انا بدي السي اف او، فايش بسوي؟ بروح بعمل سي اف او، هاي الداتا اللي بدي اياها، equal h5 read، بعدين بعمل بحط الفايل. طبعا انا بدي هذا الفايل، بعدين بعمل كوما، بحط اسم اول فايل اللي هو سلاش، بعدين اسم الفايل اللي جوا هذا الفايل. فجوا هذا الفايل انا عندي سي اف او، فرن ذس كود حيطلع لي اوكي ذس ميكس سنس، انه لكل ليبل. Okay, so this is carrier frequency offset for each sample, maybe I don't know for each يعني like 500. The first 500 is for the device one. So this is how we understand what's inside our file. So it's two simple functions. بس والله فمثلا ممكن انتو تكون الداتا تبعتكم جوا groups، فانتو بدكم تفهموا ايش في جوا groups، فممكن تحطوا groups مثلا equal info اللي هو الـ هذا الـ struct تبعنا، نحط dot اختار groups. بس يعني I don't have any data but some other people will have data some other place. مثلا لو شفنا groups، هذا اسم الفايل. طيب